السلام عليكم، معاكم رنا من الفرقة الثانية كلية صيدلة جامعة أسيوط. هتكلم معاكم عن موضوع مهم ليك أنت كصيدلي في مستقبلك ومهم ليك كشخص عادي for your health. هتكلم معاكم عن الترانس فات أو الترانس فاتي أسيد وإزاي أعمله detection بالـ IR technique. طيب أنا عندي نوعين من الفاتي أسيد، نوعين من الأحماض الدهنية، نوع saturated ونوع unsaturated. الانساتوريتد ليه 2 ايزومر. يعني ايه ايزومر؟ يعني اشكال في الفراغ. فليه 2 ايزومر، واحد سيس واحد ترانس، هتكلم عن الاستراكشر بتاعهم بعدين. النوع السيس ده النوع الناتشرالي او الاسينشال فاتي اسيد الموجود في الجسم، ده بيقلل من الاصابه من الارتيريوس كيروزس، تصلب الشرايين والهارت اتاك والستروك. امال ايه الترانس فات؟ الترانس فات قال ده the worst type of fat you can eat، بيكون موجود بكمية صغيرة في الميت والملك، وعن طريق الاندستريال بروسيس بيحصل هيدروجينيشن للفيجيتابل اويل، فالاويل كده بيحصل له سولديفيكيشن ات روم تمبريتشر. هنشوف مع بعض فيديو صغير هيسهل علينا اللي هنقوله ويوصل المعلومة بطريقة اسهل ونرجع نكمل. Do you know trans fat? Trans fat is created when the food industry adds hydrogen to liquid vegetable oil to make a solid fat. Trans fat is inexpensive to produce and increases the shelf life of food. Trans fat seriously harms your health. It raises cholesterol and increases your risk of developing heart disease, strokes, and diabetes. Trans fat is commonly found in margarine and ghee, donuts and french fries, cookies, crackers, cakes, pies, frozen pizza, frosting, and coffee creamers. Eliminate trans fat from your diet. Always read nutrition facts on packaging and choose products with 0 grams of trans fat. Read the ingredients list carefully too. Sometimes manufacturers hide trans fat as partially hydrogenated oil. Remember, reduce your total fat intake and include fruits and vegetables in your diet. Zero trans fat. Eat less fat, live a healthier life. How trans fat harms you? دلوقتي الترانس فات بيزود نسبة الباد كوليسترول. انا عندي نوعين من الكوليسترول، نوع باد ونوع جود. الباد كوليسترول ليه مسمى تاني هو low density lipoprotein، ده بيكون موجود في الوول of your artery وبيخليهم hard, stiff and narrow. النوع الجود كوليسترول ده المسمى التاني بتاعه high density lipoprotein، وده بيشيل الاكسس من الكوليسترول وبيرجعه تاني الليبر. يبقى الترانس فات بيزود نسبة الباد كوليسترول، وكنتيجة طبيعية ده هيزود الريسك of heart attack والستروك وتايب 2 diabetes. ايه هو تايب 2 diabetes؟ انا عندي نوعين من السكر، نوع insulin dependent و insulin independent. تايب 2 هو insulin independent، بمعنى انا دلوقتي كمية الجلوكوز عالية عندي والانسولين الموجود كافي. طيب المشكلة فين؟ المشكلة ان الخلايا بتبقى resistant للانسولين، فبيلجأ البيشنت ان هو ياخد علاج السكر اورالي. يبقى احنا كده عرفنا ان الترانس فات بيزود نسبة الباد كوليسترول وبيقلل نسبة الجود كوليسترول. How it cause heart attack؟ بيحصل deposition للباد كوليسترول in your artery وبيسبب حاجة اسمها blood clot. البلود كلوت دي مع مرور الوقت بتعمل بلوكج في البلود ستريم. لو البلوكج ده حصل في البلود ستريم اللي رايح للهارت هيسبب هارت اتاك، لو اللي رايح للبرين هيسبب ستروك. هنتكلم دلوقتي عن الكيميكال ستراكشر للسيس والترانس انساتوريتد فاتي اسيد. زي ما احنا شايفين هنا السيس انساتوريتد فاتي اسيد بتكون الهيدروجين اون ذا سيم سايد اوف ذا كربون كربون دبل بوند، لكن الترانس بيكون الهيدروجين on the opposite side on the carbon carbon double bond. زي ما قلنا ان الترانس فات بتعمل solidification وبتأدي لحدوث blockage in the bloodstream، لكن السيس فات بتعمل prevention للsolidification. طيب ازاي اقدر اعمل detection عن وجود الترانس فات في السامبل بتاعتي؟ هستخدم الـ IR technique اللي هو infrared spectroscopy.
طيب ايه الـ IR technique ده؟ انا عندي اي اتوم ليها vibration في الفراغ، تكشف لي عن الفانكشنال جروب الموجودة في السامبل عندي زي الكربونايل وزي الـ CH. انا باخد السامبل بتاعتي بوديها المعمل عن طريق جهاز اسمه فورير ترانسفورم، بيعمل اناليسز للسامبل بتاعتي وبيطلع لي التشارت دي. طيب انا عندي الفاتي اسيد عموما الـ CH بتاعتها بتظهر من 2800 ل 3000، والكربونايل من 1600 ل 1800. طيب انا كده لسه ما فرقتش ما بين الترانس فات والسيس فات. في نقطة صغيره بتقول ان الانترا والانتر موليكولار انتر اكشن بتعمل شيفت للبيك. طب انا هستفيد ايه؟ هستفيد ان الشيفت ده هيخلي لي الديتكشن ما بين الترانس والسيس اوضح. طيب في منطقه اسمها البندنج، هي دي اللي بتظهر فيها البيك بتاعه الترانس فات، بتظهر السي اتش بندنج في رينج بين 945 ل 990، بس في العاده هي بتظهر عند 966، وابقى انا اتاكدت ان الترانس فات موجود في السامبل بتاعتي. هرجع افرق ما بين السيس والترانس. قلنا ان الهيلث افكت السيس جود فور هيلث بس في هاي كوانتيتي بيأثر بالسلب، الترانس فات هارمفول بكل المقاييس. occurs naturally السيس بيبقى naturally في الجسم، لكن الترانس فات بيكون بكميات قليلة في الميت والميلك أو عن طريق عملية الهيدروجينيشن الفيجيتابل أويل. الأرينجمنت لسه قايلينه في الستركتشر. الميلتينج بوينت السيس بتكون قليلة، وبعض أنواع السيس فات بيحصل لها ليكوفاكشن عند روم تمبريتشر، لكن الترانس فات زي ساتوريتد الميلتينج بوينت بتاعتها عالية وبيحصل لها سوديفيكيشن عند روم تمبريتشر. هنقول بعض الاكزامبل للفود للفات اللي انا اتكلمت عنها. اول حاجة الترانس فات الاكزامبل بتاعتها زي ما شفنا في الفيديو كوكيز دونتس كيك فرايز، ودي بتزود نسبة الباد كوليسترول. عندي الساتوريتد فات زي البيف والبتر البيتزا والايس كريم، برضو بتزود نسبة الباد كوليسترول. الانساتوريتد فات بس النوع اسس زي الالموند فيجيتابل فيش اوليف اويل، دي بتزود نسبة الجود كوليسترول. بالنسبة للـ FDA limit of trans fat، ايه هي الـ FDA؟ Food and Drug Administration، منظمة الغذاء والدواء. لازم تشوف في أي حاجة وانت بتشتريها nutritional label، لازم تشوف ان trans fat 0 gram او no trans fat او trans fat free. Methods to avoid trans fat: checking the food carefully، زي ما قلنا تبص على nutritional label لازم تشوف 0 trans fat، لو ما لقيتهاش هتبص على hydrogenated oil لازم تشوف 0 جرام. مفيش ولدي ولدي، لو لقيت مكتوب hydrogenated تعرف ان الفود contain trans fat. لو انت في مطعم اسأل الويتر what oils are used. اتجنب ازاي الكومن فود اللي بتحتوي على trans fat؟ اول حاجة تجنب pre-packed food والسناكس، اي حاجة تمت اعادة تعبئتها. قاطع الفرايد فود، اي حاجه مقليه. eliminate non dairy creamer and margarine زي الكوفي كريمر. avoid fast food، وللاسف اكتر حاجه احنا بناكلها فحاول على قد ما تقدر تقلل منها. cut out frozen and creamy beverages زي الميلك شيك. reduce your intake of jerky meat based snacks. يعني ايه الجيركي ميت؟ دي نوع من انواع البيف اللي بيستخدمها الاجانب كسناكس، بياكلوها دايما، بتبقى هارد شويه وبيبقى فيها نسبة عالية من الترانس فات. يبقى أنا كده اتكلمت معاكو عن الترانس فاتي أسيد، إيه الفرق بينه وبين السيس، عرفنا أضراره وعرفنا إزاي نعمله ديتكشن بالـ IR تكنيك. وأتمنى أكون أفدتكو ووصلتلكو المعلومة. Eat less fat, live a healthier life. Thank you.